بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، ندعوكم لنتأمل في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا أحبابي في الله نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف وقفات مع بعض المنن التي من الله علينا بها في هذه الحياة الدنيا. فأول نعمة هي نعمة الأمن، أن يكون الإنسان آمنا في وطنه وفي بلده. ثم تأتي بعد ذلك نعمة العافية، ألا وأنها نعمة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى من أغلى النعم بعد نعمة الإسلام هي نعمة العافية، أن يمن الله عليك بالصحة والعافية وأن تكون معافا في بدنك. ثم بعد ذلك أن يكون عند الإنسان قوت اليوم ورزق اليوم، فهذه منة وفضل عظيم قد حرم منه الكثير من الناس. يكون جزاء ذلك أن الإنسان كأنه ملك الدنيا وما عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعنا بما عندنا، وأن يرضى عنا، وأن يديم على ألسنتنا نعمة الشكر. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.